صباح النور، صباح تيسي، صباح الورد والياسمين. كي بقيتوا لاباس عليكم؟ كي درتوا مع الصحه؟ المهم الاخوات قالوا لي اسماء، مني تبقاي تشري شي حاجه ولا شاركيها معنا. فانا شريت بعض الاشياء اللي غنستعملها في الغرفه نتاع الاطفال. كنت شريتها هذه واحد ماشي بزاف صراحه، الله من شين ولا مشين ولا كل واحد شنو كيقول له. الاثمنه ديالو مناسبه والجوده كتكون زوينه. والله الا عاد وصلني مازال ما حليتوش، قلت انا نسجل ونشوف ونشوف الجوده نتاع داكشي اللي طلبت واش زوين. وهذاك شريت واحد القباطات نتاع باش ندير تما الريدو نقادو. المهم شي تويشيات، ما نعرف الاخوات يكون شي وحده كتهمها شي حاجه، ان شاء الله غنحاول نخلي لكم اللينك في في في, في هذا في الفيديو في صندوق الوصف. اول مره غنشري معاكم، كنشري شحال حاجه اللي كنشوفها مفيده بطبيعه الحال، وخا تنبقى نقول شحال خطا صافي بركه ما نشريش، ولكن كاين شي حويجات اللي كنبغيو نجدو بهم الدار ديالنا، نفرحو بهم وليداتنا، شي حاجه فماشي مشكل. فانا ان شاء الله غنحلها معاكم. هنشوف الله يلا نشوف كيفاش. صبر، شريت واحد المخدات كتمشي الغرف نتاع الاولاد، الغرف الاولاد مازال راني عاد كنصوب فيهم. من الاثمنه ما بقيتش عاقله بالضبط، انا غنخلي لكم اللينك. واو يا الملمس ديالها زوين صراحه الله. شريت هذه باش نزيد نديكور، زوينه رطبه رطبه زوينه صراحه الله. فيها 45 على 45. شريت هذه، شريت هذا بحال الناموسيه، زوره الناموسيه وريدويات نفس الستيل، نفس الستيل كارو. ان شاء الله انتما غادي تشوفوه ان شاء الله في الغرف نتاع الدراري اللي غنشارك معاكم. واو الثوب ديالو غزال، شوف انا كندير لكم داكشي ديال واو. ما تديش عليا ايوا اختي، الله يرزق كل واحد باش يفرح راسو. زوينين شريدو، في هاد التويشيات كبير. المهم الريدو فيه متر، وانا عاقله على الريدو دايرين 10 اورو 100 درهم الواحد، فيه متر و 60 على 2 متر. انا عندي الغرف نتاع الاطفال درتهم بواحد الستيل جديد، ان شاء الله غنشاركو معاكم وتشوفوا كيفاش غايجي. الثوب غزال، الثوب غزال، وفايت دايز عندي هاد الثوب اللي كنت شفتو شحال هادي صبن ورب. وكنت شريت وشريت مع لي اكسبريس واحد المره ريدو، وصراحه الله ماشي الثوب ديالو بحال هكا، دابا نوريكم. وهادو هما التغال في الناموسيه، هنشوف. حتى هما زوينين، حتى هما مزيانين زوينه. هانت هانت شتي خديه راه جايه كبيره، 70 على 50 خدادي، 70 على 50. او نشوف، انا طلبت الناموسيه تاع 90 على 2 متر للدراري، 90 على 2 هي هذه. المهم هادشي ترجع لنا للنورطه. الثوب ديالو زوين، خديت 3 الامين وايمن وعالي باش نبدل لهم، وما بغيتش داك قوت هذا ملي كندير لهم وما تفرشه، حيت جايين في نفس المنطقه، ما بغيتش كل واحد ندير له في. خديت هذا منديل تاع الطبله، ولكن ما بغيتش نستعمله منديل تاع الطبله، بغيت نستعمله في نغلف به، حيت ما لقيتش الثوب فاضطريت انني ناخذ منديل الطبله غنغلف به واحد داك واحد البونجه درتها في الدخله، وغاديين في نفس الالوان تاع هكا، حيت الدخله كنديرها بحال تاع الصالون. زوين حتى هو الثوب ديالو زوين. هادي الناموسه ليزار كان دايرين فيه غير مخده وحده، وهداك ليزار شفت فيه جوج مخدات، غنشوف واش غلطوا، غنشوف واش غلطوا ولا كل ليزار، حيت دايرين هذيك الناموسه دايرين ناموسيه نتاع 90 ومعها خديه وحده. ما معهاش خديه وحده، معها جوج خديات، جوج خديات البنات، كل وحده فيها جوج خديات. مزيانه والله الا مزيانه، واقيلا غير غلطوا لان كانوا كاتبين غير خليهم يغلطوا ويعطوني الزايد. عرفتي واحد النهار غلطوا امازون وصيفطوا ليا واحد جوج كراتن كبارين، ولكن داك فاش حليتهم لقيتهم كلهم غير الغطاطي ديال قراعي، الغطاية ديال قراعي. صافي هادو الريدويات بحال بحال اللي وريتكم. المهم اختاريت لهم انا هاد السيل بحال وبيض والكري ان شاء الله بالنسبه للذكور. هادو مخدات هما صفر باش كنهرز داك الكحل والبيض. هادي خديتها
نشوفها كي دايره. خديتها باش نغلف بها الطفايه نتاع الضو نتاع الصالون. هذه يقيا شي اورو شي حاجه ما غالياش. دابا نجربها. خديتها باش نغلف، دابا ندير هادشي ونقول لكم وانتوما شوفوا باش نغلف بها هذا نتاع الصالون. خديت خديات اللي غنديرهم كما قلت لكم في الدخله فين هذيك البلاصه نتاع الصبابط، حيت بغيت نمشي في نفس الالوان اللي غادي مع الصالون الباش، حيت بغيت نوحد الغرف نتاع الصالون والكوزينه داكشي، بغيت ندير الوان اللي تكون موحده. شوفوا زوينه هاد الخديديه، حيت الصالون هنا دايره بداك المارون الذهبي وداكشي، بغيت حتى الدخله ندير فيها البياض والمارون داكشي، تجي واعره، هتجي واعره ان شاء الله ان شاء الله على حساب ذوقي الله يعلم. كيف يشوفها يقول لك شاد البهدله. خديت لساره خديات، انا مجربه الخديات نتاع شين زوينين الصراحه الله. عندك هادشي الناموسيه كله من شين زوين، والاثمنه كتكون واعره وزيدني كتلقاي التخفيضات. خديات واعرين هادو خديتهم من ساره، ها انتم كبيره وحده وحده فيها 90 على باش تجيها بحال في الراس الناموسيه 90 على هذا. وخديت وحده نتاع 90 وحده واقيلا قل منها اولا جوج نتاع 90 والله ما عرفت. جوج هما جوج، يعني تقدري ديري وحده هكا وحده هكا باش يمشي داكشي متناسق. هذه ناموسيه وحده اخرى، حيت خديت كيما قلت لكم ثلاثه ما عندياش نحيل عربيين لكم. هما هادو القباطات نتاع وقيلا 3 اورو جوج، هما جايين بالحديده ديالهم وكلشي، حيت بغيت تما نديرهم باش داك الريدو ما يبقاش مرمي ليا على المخاد. هانت شتي بغيت ندير هادو هنشوفهم. بسم الله زوينين وسامبل، شتي شتوهم مزيونين وجايبين بالمسامرات ديالهم على تحت هادو وفين تاع القمصه باش يشدو مزيان. المهم ما دايرين الفيسات ديالهم هنا، انا غنحاول نفيكسيهم مزيان في الحيط. لا راه يشدو على حساب، شوفوا هاد الفيزات اللي تيكونوا بالسنان ماشي مسامرات عاديين، انا غنوريكم. هادو دابا غندير لهم واحد بحال جليدات بحال كومات، نحفر بالشنيور، غنحفر بالشنيور باش يشد لي مزيان وما يطيحوش لان الريدو ثقيل راكم عارفين. وغادي ندير فوسط منه هكا هاد الجليدات، وعاد هادي هانتي هادي كتدخل هنا كتبدا ها، وعاد تبدا تدور هكا هكا حتى تتشد راسها، فهمتوا؟ بحال هكا ما غاديش باينه، تجي مدفونه في الحيط. شفتوها زوينين، كاينين اشكال وانواع. المهم انا خديت هادو الخاصين قلت نجرب نشوف وصافي بركه شي حاجه سامبل، ما بغاش نقوي عليا لا قوه الاشياء وقوه الزواق وقوه. المهم يمشي هادي خديه وحده اخرى، حيت خديت وحده هكا تاع 30 على 50 وحده 45 على 45 باش يجيو التناسق. خديت هادي غير تاع التليفون باش ما نبقاش التليفون كنكون في الكوزينه شي مره. هادو زوينين البنات، واخا اللي ما عندهمش قنوات شي مره كتكوني في وي كتكوني كتقضي الشغال ولا شي حاجه، كتكوني كتهضري مع عائلتك ولا واتساب ولا كتصنتي شي حاجه، هادي هاي كتحرك هكا كي بغيتي كتقبطيها في اي حاجه، الطبله ها انتم بحال القباطه، الطبله البلاكر اي حاجه، وهنا فين كديري باش كتفيكسي باش كتقادي التليفون وكتشدي بها التليفون، فهمتي؟ كيبقى التليفون شاد راسو هكا ما كتما ماشي كتحطي على شي حاجه كيبقى يشرب لك الماء ولا شي حاجه، فهمتوا؟ المهم هادو الاخوات اللي كيقولوا لي اسماء شاركي معنا المشتريات ديالك. هنشوف هاد الورد شفتو بان لي في هذا كبير تاع الله وعلم هنا، هو الشكل ديالو زوين تاع شو زوين الشكل ديالو، ها انتم كما كيقولوا ما خصكيش تشري غير وحده، انا شريت انا ما شريتش وحده، عاين هذيك وحدها. هادو شريت منهم شي، المهم اللي ما عجبوش هاد الفيديو ولا
يقولها لي واللي يعجبو انني نبقى نشارك معاهم بعض الاشياء. كاين انا براسي تيعجبني ندخل واخا ما نكونش كنشري كيعجبني نشوف، وباش نهار اللي كنبغي نشري كنشوف حتى الجوده. ها خديت منهم هذا باش نديرو ان شاء الله في شي فاز. هو زوين الصراحه الله كيبان بحال اللي ما جايش داك البلاستيك اللي معيق، وفي نفس الوقت يعني زويون زويون صراحه الله. لا بس لي ما خديتش غير واحد، حتى كان غير واحد ما غايصلحش. انتوما خصني دابا غير قاده هات. والله الا زويون هكا في شي فاز بغيتو للصالون، حيت ما عنديش انا كاع لا ورد لا والو في هاد الصالون، بغيت ندخل شي حاجه وخاص صناعي، ولكن ماشي داك الصناعي اللي اللي خايف الشوفه. الصناعي زوين غير قلعت هادي بشويه. المهم ها نتوما شتي كيفاش كيجي، ويلي كنفرتو يعني ان شاء الله تنقادو. المهم انا نشوف نقادو فشي فشي فاز ونوريه لكم من بعد ان شاء الله. منين راني درت كما قالوا لي الاخوات الله يجازيكم بخير، قالوا لي اسماء زيدي السداده لاقيهم من تاع. المهم قاديت ما بقيتش محتاجه الصناد، ما شو هادي عاود وحده اخرى شريتها الوليدات هكا باش نهرس لهم داك الكارو البيض والكحل. الصفر كيجي مع البيض والكحل زوين، الاحمر كذلك. ها وخديتها نتوما الخدادي خديتهم بوحدهم والحمد لله جاو لساره. الخدادي خديت لهم بوحدهم والكوبرلي والحمد لله نفس اللون. انا خديت غير قلت جاو ما جاوش نخليهم الناموسيه ديالي ولا نبقى نبدلهم بيه. والله الا نفس اللون ها، حيت الكوبرلي هذا كيتباع بوحدو حتى هو زوين. هذا الناموسيه ساره خديتها لها مع هذا اللوين، يمشي مع داك الموف اللي درت لها والبيض وكيبقى اللوين هذا. انا كيعجبوني بحال هاد اللوينات ما كيطلعوش في الراس وزوينين. والله الا شوفي لك والله الا جاو التناسق جاو، ما عند باليش غادي يجيو. شنو هادي؟ انا ما طلبتش كاع هادي. هادي لا 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 ناري حسابني خديه منديل الكارويات. هادو ماشي منديل، ريدود الكوزينه السرجم غير من التحت. عندي انا السرجم الكوزينه شي مره ملي كنحل الا كانوا الجيران اللي قبلت مني تيكونوا مثلا جالسين في واحد الغرفه ديالهم ما عرفتش واش عندهم تما بيت ولا شنو، شحال من خطره كنكون حاله حتى كنديرها وكنكون بلا دره وكنكون عارفه كتكوني في دار حتى كنديرها تنلقى الناس تما وتنسد بزربه. فمن الاحسن قلت غندير عرفتوا داك الريدويات اللي كيجيو غير من التحت غير من السراجم لتحت هكا غادي نديرو ان شاء الله في السرجم. غنديرو في السرجم واخا كبير بان لي كبير، المهم غادي يجي. غنديرو في السرجم قلت نجرب غير الجوده وعاد ناخذ السرجم الاخر، قلت باش ما نتزربش فيه. ساعه مزيان طلع زوين صراحه الله. شنو اخر؟ بقاو جوج حاجات، بقات هادي. شنو هادي؟ هادي التغليفه ديال الكرسي ديال المكتب بحال التغالف زوينين، الثمن ديالهم زوين. هادي وقيلا شي اورو ولا جوج اورو يعني ما كاملاش. هانتوما خديتها لساره في البيض حيت عندها المكتب، عندها واحد الكرسي قديم راه داك المره عطيتها غير ديالي. دابا كرسي قديم عنده جهه بوحدها وعنده جهه بوحدها زوينه صراحه الله. وفي البيض وهذه التغليفه نتاع فوتوي، واحد الفوتوي نتاع واحد غنديرو في واحد البلاصه عندي حدا غرفه نتاع الدراري خديته. جاء وصلني في الاسود، الاسود هما جايبين معاهم هذاك الكومات ديالهم تنركبو هادشي كلشي ان شاء الله. دابا نفرشو ونركبو تشوفو كيفاش كيجي. شتي التوب ديالو غزال، تا هو صبن ورد، تا هو صبن ورد صراحه الله. وباش كيعجبوني هاد ومعاه خديديه فوتوي معاه تا خديه وحده باش تيعجبوني التوب ديالو. ما عرفتش كيفاش غير واش قطان ولا ما عرفتش. المهم باش تيعجبوني هاد الشيء حتى هنا راه عندهم تغالف الفوتويات، كاينين الوان واشكال. انا عاد خديت ماشي ثمن غالي، راه رخيص، راه كاينين اللي غاليين بالمبره كاينين بهذا زوينين بحال شكل البلانط ديالنا حنا اللي كنبدلو. بزاف الاخوات ما كيعرفوش هاد القضيه وعندهم فوتويات قدامي وكتلوحهم ولا ما كيجيهاش مع الديكور، شريو غير التغليفه وديك التغليفه زوينه بقيت تصبنيها. ها نتوما شو هما دايرين هنايا، كاين في جميع الالوان. خدي شيلو اللي غادي، هذا انا خديت هذا نتاع واحد. المهم هادو هما المشتريات. وخديت هادو كي داك عندي انا تريا
فوق من هذاك الدوايره ما عرفتش كيقولوا لها الروسه تيقولوا لها القبص، فهادو شفتهم دايرينهم مزوقين بهم داك الروسه نتاع القبص هكا داك جايب الدوره ديالها. ان شاء الله هنركبها ونبينها لكم. كنتمنى بان هذا الفيديو يكون عجبكم. هنحاول نحط هادشي في اللينك ولا في صندوق الوصف، ونحط لكم اللينك ديالو اللي بغاو الاخوات عجبتهم شي حاجه. بالنسبه للجوده كلشي زوين، الريدو نتاع الدراري الناموسيه هذا نتاع الريدو الكوزينه كلشي صراحه الله فن عجبني، وعجبني الكوفر اللي نتاع ساره اكثر. دمتم في رعايه الله. الى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات قولوا لي اسماء نبقى نشارك معكم، وديروا لايك اخوتي ما تنساوش الاخوات اللي تيقولوا لي ذكرينا، واللي ما عجبهاش الفيديو دير ديسلايك، انت سيده القرار ديالك. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شكرا لك.